السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصف الأول الابتدائي، مرحبا بكم في مادة اللغة العربية. اليوم سنتناول سويا حرف الصاد. ولنتعرف على حرف الصاد يا صغاري، لابد من التعرف على أشكال حرف الصاد في الكلمة. أشكال الحرف يعني شكل الحرف أول ووسط وآخر الكلمة. فهنا مثلا أول الكلمة مثل كلمة صقر صقر صقر، ووسط الكلمة مثل كلمة قصر قصر قصر، وآخر الكلمة مثل كلمة مقص مقص مقص، أو غواص غواص غواص. وهنا يبقى سؤال للشطار، لماذا اختلفت كتابة حرف العين في الكلمة مقص وغواص؟ من منكم سيخبرني؟ ها أحسنتم، لأن حرف الألف في كلمة غواص من الحروف النافرة أو الرفاصة أو الشقية كما نسميها، لا تلتصق بالحرف بعدها. حسنا يا صغاري، من منكم سيخبرني الآن ما هي الحروف النافرة أو الرفاصة أو الشقية كما نسميها؟ ها من منكم سيخبرني؟ أحسنتم، هيا نقولها معا. الألف والواو والدال والذال والراء والذي. أحسنتم يا صغار. أما الآن فنتعرف على الحركات القصيرة لحرف الصاد. صغاري أخبروني ما هي الحركات القصيرة؟ هيا نقولها معا. الفتحة والكسرة والضمة والسكون. أحسنتم. صاد فتحة تنطق ص ص ص، مثل صياد صياد صياد. صاد كسرة تنطق صي صي صي، مثل عصير عصير عصير. صاد ضمة تنطق سو سو سو، مثل صورة صورة صورة. صاد سكون تنطق أص أص أص، مثل عصفور عصفور عصفور. وهنا يبقى سؤال للشطار، لماذا لم ينطق حرف الصاد وحيدا في حركة السكون؟ ها من منكم سيخبرني؟ أحسنتم، لأن العرب لا يسكن، يعني الحروف العربية لا يأتي الساكن منها وحيدا، ولا نبدأ بالحرف الساكن الكلمة أبدا لأنه حرف عاجز ليس له صوت، فيأتي مسنود على الحرف الذي يكون قبله. أحسنتم يا صغاري. والآن نتعرف سويا يا صغاري على كلمات حرف الصاد. الكلمة الأولى صندوق 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 صندوق. الكلمة الثانية صنارة صنارة صنارة. الكلمة الثالثة مصباح مصباح مصباح. الكلمة الرابعة قميص قميص قميص. الكلمة الخامسة حصان حصان حصان. الكلمة السادسة قفص 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 قفص. كلمة السابعة صابون صابون صابون. الكلمة الثامنة صاروخ صاروخ صاروخ. الآن نتناول سويا بعض التدريبات على حرف الصاد. السؤال أمامي مطلوب حلل الكلمات الآتية، أي سنحلل كل كلمة إلى حروف، كل حرف في نقط وحيدة. أول كلمة كلمة صقر صقر صقر، هيا بنا نحللها. الصاد وحيدة والقاف وحيدة والراء وحيدة. أحسنتم. الكلمة الثانية كلمة عصير عصير عصير. أحسنتم. العين وحيدة والصاد وحيدة والياء وحيدة والراء وحيدة. أحسنتم الحل يا صغاري.
السؤال الثاني، اكتب اسم كل صورة. أمامنا صور، مطلوب منا كتابة اسم كل صورة. الصورة الأولى صورة، أحسنتم، مصباح مصباح مصباح، أحسنتم. الصورة الثانية صورة قميص قميص قميص، أحسنتم. الصورة الثالثة صورة صاروخ صاروخ صاروخ، أحسنتم الحل معي يا صغار. لقد استمتعت معكم كثيرا في هذا الفيديو.